مع مستر هشام في فيديو جديد. ان شاء الله النهارده هنتكلم على الوحده الرابعه للصف الخامس الابتدائي. طبعا كنت شرحت الوحده الاولى والثانيه والثالثه، والنهارده ان شاء الله مع الوحده الرابعه للصف الخامس الابتدائي. وعنوان الوحده ان تاون. ان تاون يعني في داخل المدينه، تاون يعني مدينه صغيره اكبر من قريه، يعني عده مراكز اسمها تاون. طبعا انتوا عارفين كل وحده بناخد الكلمات والقواعد واهم الاسئله، والان مع اهم الكلمات في الوحده الرابعه. اكسكيوز مي، اكسكيوز مي معذره. لوك فور، لوك فور يبحث عن. ذا ميوزيوم، ذا ميوزيوم المتحف. فيري ماتش، فيري ماتش كثيرا جدا. بلوكس، بلوكس معناها حي سكني او كتل سكنيه. فار، فار بعيد. نير، نير قريب. سي، سي يقول. صم، صم بعض. ثانك يو، شكرا. تيرن رايت، اتجه ناحيه اليمين. تيرن ليفت، اتجه ناحيه اليسار. اون ذا ليفت، على ايدك اليمين. اون ذا ليفت، على ايدك الشمال. هاف فان، هاف فان يستمتع. تاون مدينه صغيره، تاون مدينه صغيره. سي ا فيلم، يرى فيلم. جيت ا هير كات، يحلق شعره. داون لود ا فيديو، يحمل فيديو. تيك ا تاكسي، ياخذ تاكسي. تيك ا تاكسي. بيتل، بيتل خنفساء. كاندل، كاندل شمعه. بوتل، بوتل زجاجه. بادل، بادل لها اكثر من معنى، حسب البركه معناها شيء واسع مليء بالمياه. كاتل، كاتل ماشية. ميدل، ميدل منتصف. ليتل، ليتل قليل. تارتل، تارتل سلحفاة. فيزت، فيزت يزور. ساندي، ساندي الأحد. بعد كده نبتدي مع الطلب بأدب، واحد بيطلب حد منه حاجة يقول له اكسكيوز مي، معذرة لو تفضل. يجي له اكسكيوز مي وير از ذا بانك، فين البنك. Where is the post office؟ أين مكتب البريد؟ يبقى excuse me معناها معذرة. Excuse me، I am looking for. أنا أبحث عن. I am looking for the post office. I am looking for the cinema. I am looking for the museum. يبقى I am looking for يبحث عن، يأتي بعدها مكان. طيب الفعل، الفعل إذا جاء أول الكلام فعل أمر. لما اقول ستاند اب، قف. سيت داون، اجلس. تيرن رايت، اتجه اليمين. تيرن ليفت، اتجه الشمال. عاوز انفيها اقول دونت، دونت تيرن رايت، دونت تيرن ليفت. مثال تيرن رايت، دونت تيرن رايت. اذا فعل امر وهنا نفي فعل امر. يو ار ويلكم، يو ار ويلكم بقول للشخص على الرحب والسعه، على الرحب والسعة. You are welcome. بعد كده يتكلم عن المستقبل القريب، future simple، بيتكون من am و is و are going to. ده بيعبر عن نية وتخطيط. لما اقول ايه؟ I am going to take a taxi، انا سوف اخذ تاكسي، يبقى عندي نية. لما اقول I am going to study، نويت ان انا اذاكر، يبقى ال am وال is وال are مع going to تعبر عن نية وتخطيط ودليل. يبقى ام مع الاي، اي ام. الاز مع الهي والشي والات. الار مع الجمع، مع الوي والزي واليو، اي اسم جمع. طبعا الفيديوهات دي تم شرحها بالتفصيل على يوتيوب. والان ملخص الايه؟ المستقبل القريب. فيوتشر ويز جوينج تو بلس فيرب ام is are. طبعا ام بيجي معاها اي، اي ام. الاز مع الهي والشي والات، اي اسم مفرد. الار مع الوي والزي واليو، اي اسم جمع. يبقى ام going to، is going to، are going to، والفعل في المصدر. مثال she is going to take a taxi، هي ناوي تاخد تاكسي. she isn't going to take a taxi، يبقى is نفيها isn't. طبعا لو جبنا are او is وبعد كده subject الفاعل، يعني are we،
Are they? Are you? Is he? Is she? بجيب الفيرب زائد ing يبقى are you going to? Is he going to? طبعا بجاوب عليها ب yes او no. يبقى عرفنا المستقبل القريب يتكون من am و is و are going to. الان مع سؤال ترتيب على اللي خدناه الوقت في الوحده. Rearrange. Do, have, like, you, your, hair. طبعا ده how بأول الكلام how. طب how ايه؟ how do. How do you like your hair. كيف تحب تسريحة الشعر؟ يبقى how do you like your hair. تكوين السؤال ده الاستفهام، فعل مساعد، فاعل الفعل في المصدر. أداة الاستفهام، فعل مساعد، فعل الفعل في المصدر. طب going to we aren't fancy see. برافو عليكم. يبقى we aren't going to see film. يبقى احنا مش هنروح نشوف الفيلم. يبقى we aren't going to see film. بكده انتهينا من الوحدة الرابعة للصف الخامس الابتدائي من كلمات من قاعدة am و is و are going to. معنى كده كده طلب بأدب لما اقول excuse me، لما ادور على مكان اقول I am looking forward to، وبقول I am looking for to او for، بعد كده اسم مثال I am looking for انا ابحث عن. لكن في قاعدة تانية I am looking forward to ياتي بعدها الفيرب زائد ing. لما اقول I am looking forward to seeing you او meeting you، لكن I am looking for بيجي بعديها اسم. وخدنا هنا طبعا الترحيب وعرفنا تيرن رايت اتجه يمين وتيرن ليفت. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم ويتم المشاركة عليه. See you soon with Mr. Hishab.